طيب احنا معانا عم عبد الله، دي الجلسه الثامنه، جلطه مخ ادت لشلل نصفي وصعوبه او عدم كلام، مفيش كلام خالص. بدانا طبعا في غلطه شائعه في قصه الكلام دي، ان الناس يا اما بيسيبوها يا اما بيبداوا التخاطب على طول من غير ما نعمل جلسات العلاج الطبيعي نقوي بيها عضلات الكلام اللي هي خاصه بعضلات اللسان وعضلات الحنجره، دي ما بنبقاش قويناها. فبيفضل العيان مهما يعمل تخاطب ومهما يعمل بيفضل العيان عنده مشكله في ان هو مش عارف يتكلم، مهما راح وعمل جلسات تخاطب ومهما عمل جلسات بيفضل عندنا المشكله دي. هو جه عندنا عمل العلاج المكثف وعمل الحقن الايوني على عضلات الكلام. الحقن الايوني ده جهاز امريكي بنحط فيه ماده بتشيل تيبس العضلات اللي بتبقى منع الكلام، والحمد لله بدانا من امبارح نبدا ننطق، ونطقنا هو الجلطه بقالها كتير كانت مؤثره عليه وبدا ينطق، وبدانا اول حاجه نقولها قال الاذان. عايزين نسمعه بقى منك يا معطل. الله اكبر الله اكبر ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله